بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. مرحبا بكم إخواني من عيادة النفسية للدكتور عبد الحليفول. قلنا باللي رانا نحكيه على كتاب راقي جدا، اللي هو كتاب الوسائل المفيدة للحياة السعيدة، وحكينا مجموعة من التقنيات اللي قالنا عليهم الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله، المفسر المشهور والفقيه، وهو أستاذ الشيخ العثيمين رحمهم الله جميعا. أعطانا مجموعة من التقنيات نقولهم سريعا باش الإنسان اللي راه يتبع فينا في الحلقات يقدر يركز. قلنا أول علاج هو الإيمان بالله والعمل الصالح، ثاني هو الإحسان إلى الخلق بالقول والفعل، رقم ثلاثة الاشتغال بعلم أو علم نافع، رقم أربعة إشغال الفكر بعمل اليوم، رقم خمسة الإكثار من ذكر الله تعالى، رقم ستة تعداد نعم الله تعالى الظاهرة والباطنة، رقم سبعة النظر إلى من هو أسفل منك، رقم ثمانية هي نسيان ما مضى. من أهم العلاجات احنا كنقولوا الاكتئاب. الاكتئاب ما هو؟ الاكتئاب هو حزن يطول، قادر يوصل حتى 6 أشهر. أنت ناس عايشين في الماضي ويبكي ويقول لك أنا كي كنت صغير حدث لي ذلك، وكي كنت هكذا، ويبدأ يذكر ويعيشها، ما تعاود يسترجع اللحظة الآن. شو أنا كراني الآن، الماضي ما كاش ولا زال، لكن أنا نستحضر هذوك الهموم تاع الماضي ونجيبهم الآن ونفسد اللحظة الحالية، هذا ماشي مليح، وهذا راح يمرضك، وهذا هو اللي يسموه في علم النفس الاكتئاب، العودة إلى الماضي المتكررة وإعادة إحياء حتى المشاعر هذوك تاع الحزن، هذا راح يأذيك. أنا نحاول قدر المستطاع نبعدوا على هذو الأمور. هنا الشيخ عبد الرحمن السعدي قالنا باللي من أسباب الموجبة للسرور وزوال الهم والغم، أنت من بين أهم الأسباب اللي هي رقم 8 كما ذكرنا، هي السعي في إزالة الأسباب الجالبة للهموم وفي تحصيل أسباب الجالبة للسرور، وذلك بنسيان ما مضى عليه من المكاره التي لا يمكن ردها. قلنا احرص على ما ينفعك واستعين بالله ولا تعجز، وهذاك الماضي ما تقولش لو فعلت كذا لكان كذا وكذا، لأن لو من عمل الشيطان، وإنما قل قدر الله ما شاء فعل. أي حاجة سبقت وفاتت وخلاص، قبل لحظات، قبل شهور، قبل سنوات، قبل هذيك ولات خلاص، أنت واش دي منها الدروس فقط، حكم ورقة وقل ما هي الدروس المستفادة ونساها، لكن كل ما تبدأ تسترجعها راح تمرض في روحك وهذا مؤذي. هنا الشيخ عبد الرحمن السعدي قالنا وذلك بنسيان ما مضى عليه من المكاره التي لا يمكنه ردها. ما تقدر دير لها والو، لا يمكنك ردها، ما تقدر دير لها والو، تبقى تعاود 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 تجتر فيها فقط وتمرض في روحك. ومعرفته أن اشتغال فكره فيها من باب العبث والمحال، معناتها هو عبث ومحال وما تقدرش توصل له، مستحيل، وأن ذلك حمق وجنون. معناتها شو شو يقول هذاك حمق وجنون، انت تفكر الماضي قبل سنة قبل سنوات راح حمق وجنون، ما تستفاد والو، تقدر تدي دروس هذا مكان، لأنه لا يلدغ المؤمن من الجحر مرتين. فيجاهد قلبه على التفكر فيها، وكذلك يجاهد قلبه عن قلقه لما يستقبله مما يتوهمه من فقر أو خوف أو غيره. معناتها الإنسان واش يدير؟ ما يبقاش يعيش في الماضي، لماذا؟ لأنه الماضي راح يمرضه، هذه مهمة. وثاني ما يخافش من المستقبل، لماذا؟ لأنه المستقبل راح يمرضه، لكن واش يدير المستقبل؟ يخطط له. الخوف من المستقبل هو القلق، الحزن على الماضي هو الاكتئاب، وهذو أهم الأمراض النفسية. على ذلك الإنسان يحاول قدر المستطاع يدي الدروس من الماضي وينحي لها هذاك الجانب العاطفي، يخلي غير دروس في عقله، والمستقبل يدير تخطيطات، وهذا مهم. علاش؟ لأنه إن الشيطان يعيدكم الفقر، والله يعيدكم مغفرة منه وفضلا، والشيطان يحزن أولياءه، وربي قالنا في القرآن لا تحزن، هذه قاعدة لازم نديرها في حياتي، ما نحزنش، ما نبقاش نعود نولي الماضي وقول كي كان هكذا وكي كان هكذا، راح نمرض، نقول قدر الله ما شاء فعل. وكذلك يجاهد قلبه عن قلقه لما يستقبله مما يتوهمه من فقر أو خوف أو غيرهما من المكاره التي يتخيلها في مستقبل حياته. شو هنا قاعدة مهمة، علم النفس الحديث يقول باللي الأمراض هي هنا، أنت الطريقة اللي نفكروا بها هي اللي تمرضنا. هنا الشيخ عبد الرحمن السعدي وش يقول؟ قلنا معظم الأمراض هي عبارة عن أوهام، العقل
يحب يصدقها. انا كي نفكر بطريقه غير عقلانيه ونبقى نعاود نولي للماضي ونخاف من المستقبل، هنا نمرض. هنا قالنا يتوهمه من فقر، معناتها نبقى نتوهم وهي في الحقيقه ما كاين والو. على هذيك العلاجات النفسيه كي نجو العياده مثلا، كي اللي يجي العياده احنا نعلموه تقنيات نسموها علم النفس المعرفي السلوكي، معناتها هي تقنيات علاجيه باش يغير الطريقه اللي يفكر فيها، فيعلم ان الامور المستقبله مجهول ما يقع فيها من خير وشر وآمال وآلام، وأنها بيد العزيز الحكيم. معنى المستقبل أنا نبقى خايف فيه، لا لا نخطط له كل شيء بيد ربي ونخطط له وحرص على ما ينفعه واستعين بالله، لكن ما بقاش خايفه. ليس بيد العباد منها شيء إلا السعي في تحصيل خيراتها ودفع مضراتها. معناتها الانسان كل شيء بيد ربي، بصح المسلم واش يدير؟ يسعى حرص على ما ينفعك واستعين بالله وكل شيء بيد ربي. ويعلم العبد انه اذا صرف فكره عن قلقه من اجل مستقبل امره واتكل على ربه في اصلاحه واطمأن اليه في ذلك، اذا فعل ذلك اطمأن قلبه وصلحت احواله وزال عنه همه وغمه. معناتها الانسان هذه اللي قلنا حرص على ما ينفعك، معناتها خذ بالاسباب، ما تبقاش خايف، خطط نفذ واستعين بالله لانه كل شيء بيد ربي، ولا تعجز هكذا تبعد عليك القلق والهموم، وهكذا تولي قوي جدا، وهكذا تبعد عليك المرض. وهذه اللي نعلموها في العيادات، لكن الكتاب هذا مع شهر رمضان المبارك راح يعطينا تقنيات من مشكاة النبوة. اللهم صل وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، والسلام عليكم. صحة فطوركم.